الشعارات واحنا هم الضحية، عيتنا الشعارات واحنا هم الضحية، عيتنا الشعارات والعطور الضحية، عيتنا الشعارات والعطور الضحية، الوزارة مشات وجات، الشعارات وجات، الحالة هي هي، والحالة هي هي، واحنا هم الضحية، الوزارة مشات وجات، والحالة هي هي، عيتنا احنا هما الضحية للوضع الحالي، نبضونا الجماعي للوضع الحالي، والبديل الحقيقي هو الديمقراطي، الامور كتقول بان هاد الناس خاصنا نزيدوهم البريم دو ريسك، لان البريم دو ريسك غير كافي. ما هي هاد بريم دو ريسك في ظل هاد الجائحة؟ لا يساوي شيئا. وكنقولوا توحيد هاد ديال البريم دو ريسك وهذا، يعني هاد المجموعة ديال الأمور كنتفقوا عليها وكنتفاجئوا بأن هاد الملف ديال اللي اتفقوا به اللي اتفقوا فيه مع النقابات جميعا لا يساوي شيئا. يعني بحال حنا حمار طاحونا كما كيقولوا، بحال حنا حمار طاحونا، وبالتالي قررنا نديروا هاد الوقفة. هاد الوقفة هي تعبير، هي تعبير على الغضب ديال الشغلة الصحية. هو غضب اللي مشروع، ما يمكنش هاد الناس يغضبوا وما يديروا والو، ما يمكنش نغضبوا ونبقاو ساكتين. ويا وزير الهضرة، ويا وزير الهضرة، ويا وزير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول، ويا وزير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول، ويا وزير يا مسؤول، ويا وزير يا مسؤول، ويا وزير الهضرة، يا وزير الهضرة والعطور بالحضرة، يا وزير الهضرة وبركة بالحضرة، يا وزير الهضرة وبركة بالحضرة، وبركة بالحضرة. شكرا وسلان اليوز على الحضور وعلى تتبع الوقفه الاحتجاجيه التي قامت بها الاطر الصحيه بمدينه المحمديه. انا اليوم كندوي باسم اخواني واخواتي في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل وفي الفدراليه الديمقراطيه للشغل، اللي نظموا هذه الوقفه الاحتجاجيه احتجاجا تعبيرا عن الغضب، تعبيرا عن غضب الشغيله الصحيه على المستوى الوطني ماشي غير محليا، على المستوى الوطني. هذه الوقفه هناك مثيلتها في الدار البيضاء وفي الرباط وفي جرسيف وفي وجده، وفي يعني على الصعيد الوطني، على الصعيد الوطني. بالتالي هذه الوقفه هي تعبير عن غضب الشغيله الصحيه نظرا لما يعرفه ملف الشغيله الصحيه، ملف الشغيله الصحيه في الحوار الاجتماعي. هذا الملف اللي عرف واحد التمدد كبير، رغم انه كاين هناك اتفاق مع الوزاره على مجموعه ديال النقاط، مجموعه من النقاط اللي سيتم حلها، وهي نقاط اللي هي كتضمن الكرامه الموظف ديال وزاره الصحه بشتى تلاوين، من بينها بريم دو ريسك ولا تعويض عن الاخطار المهنيه. بريم دو ريسك اللي تم التوحيد ديالو ولكن على المستوى التفعيل ما كاينش. اشتغلنا في هذه الجائحه وكما كتعرفوا لا زلنا نشتغل ولا زلنا نشتغل في جميع المجالات ديال جائحه كورونا، بما فيها التحاليل اللي كدار كورونا، بما فيها استقبال المرضى، وهذا بما فيها اننا معرضون في اي وقت وفي اي اداء وفي اي لحظه لهذا المرض، بالتالي معرضون، والناس بزاف اللي مرضوا فينا، والناس بزاف اللي توفوا بسبب هذه، استشهدوا بسبب هذه الجائحه. وبالتالي حنايا كموظفين ديال الصحه ارتئينا اليوم نديروا هذه الوقفه نظرا لهذا التماطل اللي كاين ديال وزاره الصحه. تحت تأثير هذا الوباء من مرض من وفاة، يعني كانت تضحيات جليلة وعظيمة، وحتى شي حد ما ترجع للوراء، حتى شي حد من الأطر الصحية ما توانى على الأداء الواجب ديالو، لكن في النهاية الأطر الصحية كتعرض للحيف وكتعرض للجور والظلم ولا للإهانة.
فيه مال من حتى الاعتراف بالواجب والاعتراف والامتنان من طرف الحكومة، بل أنها تعرضت لظلم كبير. يعني تعويضات عن هذا الأداء الواجب كانت هزيلة جدا، والاستجابات الحكومة كانت يعني غير مرضية للأطر الصحية.